تأخذك زخارف الألوان هذه في رحلة إلى محطات الماضي لتتأمل في عراقة ما صنعه الأجداد وجمالية ما أبدعوه. دقة في الحياكة وذوق رفيع في النقوش، بقايا حكاية بدأت بالتلاشي وبقيت آثارها في الأسواق الضيقة القديمة. قضاء الحي بمحافظة واسط ما زال يحتفظ بسمعة البسط العربية وتكتنز أسواقه بهذه النوادر. صناعة السجاد صناعة قديمة في مدينة الحي، والسجاد ينقسم إلى أنواع، أكو سجاد مصبوغ وأكو سجاد طبيعي. السجاد المصبوغ نجيب الصوف راح نغزله ونوديه ونصبغه ونوديه للحواكة تحوك النيافة يطلع سجادة مصبوغة. أما السجادة الطبيعية نسميها سجادة بنومها، يعني ما عليها كل أصباغ. بطرق بدائية وبأدوات خشبية ينتج الصناع أعدادا لا بأس بها من هذه البسط المتنوعة من حيث أسمائها وطريقة حياكتها ونوعية المواد المستخدمة. وكونها تعد من النوادر يتوافد إليها الزبائن من كل مكان حتى من خارج العراق لاقتنائها وتزيين البيوت بها وكأنها قطع أثرية. نوعية جيدة وحياكة يدوية ومشهور هذا السجاد، وأزيد شيء مشهورات وهن ثلاثة أنواع السجاد، مثل الصويطي، مثل الحياوي، مثل اللامي، هذن المشهورات هن السجادات. كما أن أسماء هذه البسط تحمل دلالات اجتماعية من حيث نسبة العديد منها إلى ألقاب عشائرية تدلل على قدم هذه الصنعة وارتباطها بالطابع المجتمعي القديم في العراق. أكو مرات نوع من السجاد يسمى على أسماء العشائر. نعم. مثلاً عندنا نقول مثلاً هذا الحياكة مال أبو بدر مثلاً. زين هاي الحياكة مال البسوط، هي البسوط نفس الصوت عليها من هي؟ على عشيرة البسوط. اللامي عليها من؟ على عشيرة من لا. زين الحياوية القديمة لا، مالت المدينة مالتها. سوق قضاء الحي القديم المتحف الذي يعرض لوحات فنية من البسط الزاهية والتي صارت بدورها إحدى نوافذ العراقيين إلى ماضي الأجداد العريق.